حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري: سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكر الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ